حبيتين فقط على الشامبو بتاعك شعرك هيطول بجنون، هيطول بسرعة الصاروخ، مش هتصدقي طول شعرك وكثافته. حتى لو كان شعرك كله بيتساقط وعندك فراغات وصلع في فروة الراس، هينبت الفراغات وهيعالج الصلع وهيطول الشعر بجنون من أول استخدام. هيعالج لك فروة راسك والتساقط، وهيعالج لك القشرة، وهينعم الشعر بشكل فعال جدا جدا، وهيخلي شعرك طويل للركب وناعم زي الحرير وكثيف جدا. الوصفة تنفع للكبار وتنفع للصغار. يلا بينا على الوصفة ونصلي على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا، جايبه لكم النهارده وصفه فظيعه ووصفه جميله جدا جدا وصحيه قوي ليكي. هتطول شعرك بجنون، هتنبت الفراغات، هتعالج لك الصلع، هتعالج تلف الشعر الناتج عن الصبغات الكتير، وكمان هتشلك هيشان الشعر وهتنعم شعرك اللي متقصف ومحروق من الصبغات ومن البروتين ومن الكرياتين. هيخلي شعرك ناعم طويل كثيف، هيعالج لك كمان قشره الشعر، هينظف فروه الراس ان شاء الله. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبايب قلبي هنعمل النهارده خطوتين، ودول انت نفسك لما هتشوفي مكونات الوصفه هتقتنعي بيها جدا وهتحبيها قوي، لانها مفيده جدا جدا لفروه الراس. اول حاجه انا معايا هنا شامبو، والشامبو ده دوف، تمام؟ طبعا انت النوع اللي يعجبك او النوع اللي انت بتستخدميه هتبداي تجيبيه النوع اللي انت عايزاه. لو هتستخدميها لبنوتك يبقى الافضل ليكي انك تستخدمي لها شامبو جونسون للاطفال، تمام؟ اخدنا معلقه من الشامبو زي ما انت شايفه بالشكل ده، وطبعا عشان بس الاطفال لسه صغيرين وكده فانت استخدمي لها جونسون. لو هتستخدمي الوصفه دي للاطفال 5 سنوات 3 سنوات الكلام ده كله، لان هي تنفع للاطفال جدا، وانت برضو الشامبو المناسب ليكي. انا بستخدم دوف، ممتاز جدا وحلو قوي. معايا هنا معلقه من الشامبو بالشكل ده. هبدا اجيب المكونات بتاعتي، واول مكون معايا في الوصفه دي وهو طبعا الحبوب اللي انا اتكلمت عنها في اول الفيديو هقول لك عليها دلوقتي، وهي اللي فيها السر في انبات الفراغات والتطويل. معايا هنا كيس نسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، وممكن قهوه عاديه، يعني ممكن ده وممكن ده. الكيس لو انت ما عندكيش اكياس يبقى هتحطي معلقه كبيره من النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان. والقهوه هنا يا بنات بتنعم الشعر جدا، بتعالج كمان شيب الشعر، وكمان بتساعد على انبات الفراغات وتنشيط الدوره الدمويه لفروه الراس بشكل فعال جدا. قلبناهم يا حبيبة قلبي بالشكل ده، معلقة كبيرة من الشامبو على كيس من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان بالشكل ده. هتقلبيهم كويس قوي، بحيث ان انت طبعا احنا مش هنحط على الشامبو مباشرة، لا الافضل ليك ان انت تنقلي في طبق كده كل ما تيجي تستخدمي الوصفة. معايا هنا المكون الجبار ده او الحبوب الجبارة دي، وهي حبوب فيتامين ه تركيز 400، تمام؟ حبوب فيتامين ه يا بنات، فيتامين ه من الحاجات المفيدة لانبات وتطويل الشعر، وعن تجربتي الشخصية بيطول الشعر، بيحفز الدورة الدموية للشعر، وبينبت الفراغات بشكل فعال قوي، وانا مجرباها. هتجيبيه من الصيدلية شريط فيتامين ه، تمام؟ بس ما تجيبيش تركيز عالي عن 400، حلو تركيز 400 جدا. هتجيبيه بالشكل ده وهتبدأ ان انت تاخدي حبيتين فقط من اقراص فيتامين ه، تمام؟ ودي ضرورية جدا لان هي دي اللي فيها السر في التطويل. هتبدأ ان انت تقصي بالشكل ده الحبة بتاعتك، وتبدأ ان انت تفضيها في الشامبو بتاعك بالشكل ده كده اهو. وخلي بالك علشان هنعمل حاجة تانية لفرد الشعر وتنعيم الشعر التالف والمحروق من الكرياتين والصبغة، فتابعي معايا الفيديو للاخر. حطينا حبيتين، وانا مش عايزة اكتر من حبيتين، على معلقة الشامبو وعلى معلقة القهوة. قلبناهم بالشكل ده يا حبيبة قلبي، وهنحط مكون اخير وهو زي ما انتم شايفين القرفة او الدرسين الخشب. انا عايزاكي ما تجيبيهاش مدهونة من عند العطار علشان هما بيحطوا لها اضافات تانية فمتبقاش حلوة. هتجيبيها زي ما انت شايفة بالشكل ده خشب، وهتبدأي تطحنيها طحن جيد، وهناخد منها نص معلقة فقط من القرفة
او الدارسين المطحون، وهنا القرفة بتطول الشعر جدا، بتعالج قشرة الشعر، بتطهر فروة الراس بشكل فعال جدا. قلبناهم بالشكل ده، تمام. نصلي على سيدنا محمد، واللي ما حطش لايك يحط لايك فضلا وليس امرا. اول حاجة حبيبة قلبي لازم يكون شعرك نظيف جدا، والوصفة دي هتستخدميها يوم او يومين بس في الاسبوع، يعني هتستخدميها وتعدي 3 ايام وبعدين تستخدميها تاني. اولا على شعر نظيف جدا هتبدأي تغسلي شعرك كويس قوي، هتبليه الاول بالمية، وهتبدأي تحطي الشامبو بتاعك كويس قوي، وتدلكي فروة راسك كويس قوي، تدليك 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 بالشامبو دوت، وتغلغلي الشامبو فيها كويس قوي. بعد كده هتسيبيها حوالي من 15 ل 20 دقيقة، علشان دي حاجة معالجة مش منظفة بس، دي حاجة هتعالج وهتنبت الشعر، فلازم تبقى موجودة فترة. هتسيبيها على شعرك لمدة من 15 ل 20 دقيقة، وبعد كده هتبدأي تغسلي شعرك كويس قوي بالمية عادي جدا، تمام. بعد كده هقولك دلوقتي على حاجة برضو هتحطيها على الشامبو بتاعك او بتاع بنوتك، هيعالج لك تقصف الشعر، وهينعم الشعر جدا، وهيخلي الشعر لامع جدا بشكل فعال. اول حاجة معايا هنا طبق، وهبدأ برضو احط فيه معلقة من الشامبو بتاعي بالشكل ده برضو، تمام. وهبدأ ان انا كل اللي انا بس محتاجاه وكل اللي انا عايزاه زيت لافندر او زيت الخزامي، وزيت لافندر او زيت الخزامي ده من الزيوت الفعالة جدا جدا لتنعيم الشعر، بيعالج تقصف الشعر، بيعالج خشونة الشعر، بينعم الشعر بشكل فعال قوي. يعني لو مش موجود عندك لازم تشتريه. هناخد يا حبيبة قلبي من زيت لافندر او الخزامي نقاط بسيطة كده، يعني حوالي معلقة صغيرة من زيت لافندر على الشامبو بتاعي، وهتبدأي ان انتي تقلبيهم بالشكل ده. وكل اللي انا محتاجة منك يا حبيبة قلبي بس كده، انا مش عايزة منك اكتر من كده على الشامبو بتاعك، هو معلقة صغيرة من زيت لافندر. وممكن بقى تحطي زيت زيتون لو انت عايزة تنعيم او ترطيب اكتر، حطي زيت زيتون كويس قوي، بس انا بستكفي خالص بالزيت لافندر او الخزامي، لانه من الحاجات الفعالة لتنعيم الشعر. هتغسلي شعرك بالشامبو ده، وهتسيبيه برضو ربع ساعة على شعر بنوتك، لو شعر بنوتك تالف او محتاجة ان انت ترطبيه قوي هتغسلي بيه، وهتسيبيها برضو من 15 ل 20 دقيقة. ممكن تعملي حاجة حلوة قوي لو انت عايزة تطويل ونعومة في نفس الوقت، هتستخدمي ده مرة واحدة بس في الاسبوع، وهتستخدمي ده مرة واحدة بس في الاسبوع، يبقى مرتين. او ممكن تعملي حاجة تستخدميهم 3 مرات في الاسبوع، لان دي حاجة معالجة، تستخدمي ده مرتين لو انت عايزة تطويل وتكثيف بشكل سريع، وهتستخدمي ده مرة واحدة بس في الاسبوع. عامة القهوة اصلا كمان هتديكي الترطيب وهتديكي النعومة برضو مع التطويل ان شاء الله. ان شاء الله تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم وتكون سهلة وخفيفة كده عليكم، جربوها يا بنات، وان شاء الله بإذن الله هتعمل معاكم مفعول حلو قوي، وهتعمل معاكم مفعول جبار. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.